يعني مع تزايد اعتمادنا على التكنولوجيا في كل مناحي حياتنا اليومية والعصرية، سواء في التعليم، سواء في تنفيذ الخدمات، وأيضا في الدراسة، في الشغل، بإتمام المعاملات، اليوم التطبيقات أصبحت جزء لا يتجزأ من حياتنا. وإحنا بنعرف بأنه شركة أورنج دائما عم تدعم عدد كبير من الشركات الناشئة، وعم بتقدم الدعم سواء المعنوي أو الدعم الحقيقي على أرض الواقع، لتقدر هاي الشركات أنها توقف على رجلها وتبدع وتقدم خدماتها للناس. اليوم رح نركز على شركة رائعة جدا أردنية ناشئة، فخورين جدا فيها وبالأشخاص اللي خلف هذه الشركة. بيسعدنا يكون معنا اليوم بشر السماك، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة تاندا، إحدى الشركات الأردنية الناشئة. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك. أهلا بشر. وأيضا زينة خروف، شريك مؤسس ورئيسة الاستراتيجية. أهلا وسهلا فيكم. متحمسين كتير أن نعرف عن هذه الشركة، ورح تكون البداية معك بشر، تحكي لنا أكثر عن شركة تاندا. يعني أول شيء شكرا على حسن الإضافة رهف، وأكيد صباح الخير أو بعرفش مساء الخير، تقريبا الساعة 11. لا لسه صباح الخير. 100% للبحضرونا. هلأ تاندا هي شركة بنت انبنت على فكرة أنه الحلول المالية إشي عنصر مهم جدا بحياتنا. نعم. ولاحظنا أنه كان في فجوة بالسوق بنوع الخدمات اللي بتتقدم، فنحن أخذنا فكرة جدا بسيطة اللي هي فكرة الجمعية، الناس اللي بتشترك مع بعض، كل حد بدفع بالشهر دفعة، واحد بيستلمها، وحولناها من الإطار اللي هو بكون عائلي إلى حد ما، أو إطار مش شعبي نوعا ما، شعبي إلى حد ما بالضبط، لإطار يكون لا في شركة وفي ضامن وفي عقود، اللي هو عشان تقدر تحولها من الفكرة اللي بتكون سائدة بين العائلة لا إشي ممكن أنت تستخدمه لتشتري بيت، تشتري سيارة، يعني تطور حياتك بعيدا عن الترتيبات العائلية. فبلشنا نحن بشهر 12 2020، ومن يومها يعني عم نطور على البرودكت تبعنا، على الخدمة تبعتنا، ويعني هاي هي كانت فعليا الطريقه اللي بلشنا فيها الشركه. كثير حلو انه لما نسستم خلينا نقول او نحدد فكره ناجحه بمجتمعاتنا، نعطيها جانب خلينا نقول قانوني نوعا ما، ضمان اكثر، لانه احنا اكثر مره حتى بصحصح عملنا مواضيع عن النصب اللي بيصير في بعض الاوقات بين الزملاء في العمل وحتى الاصدقاء بموضوع الجمعيات. اللي بدي اسالك يا زينه، كشركه ناشئه، احنا ما عم نحكي عن فتره طويله، من وجهه نظرك شو اللي بيميز تاندا عن غيرها؟ هلأ أول إشي إحنا الأولى بالأردن جمعيات رقمية أو إلكترونية. نعم. والرابعة إقليمياً أو بالعالم العربي. هلأ أكتر إشي بميزنا هو إشي اشتغلنا عليه كتير عشان نقلل مخاطر الناس اللي ممكن ما يدفعوا، أو المخاطر ممكن تصير معنا زي ما قلنا، ممكن حد ياخد مصاري ما يدفع، فعملنا إشي بالتطبيق نفسه، بالديفلوبمنت تبع التطبيق نفسه، اللي هو إحنا مسميه تاندا دايناميك سكورينج، قلل الخطر أي حدا ما يدفع تقريباً 50%. فهي بارت من التكنولوجيا خلينا نحكي اللي احنا بديناها. تاني اشي كمان عنا الدرجة الائتمانية، اللي هي خلينا نحكي صلب الشركة وصلب اي منتج احنا بنعمله، اللي هو بيعطيك درجة عشان تفوتي على الجمعية اللي بتلائم دخلك، بتلائم كل واحد يفوت على جمعية على قده خلينا نقول. تمام. عشان كمان نقلل ما حدا يفوت على جمعية هو مو قادر يسددها. واحنا دائما عم نطور هذه الخدمات، وكمان عم نطور خدمات تمويلية شوي انوفيتيف خلينا نحكي، او مختلفة عن ايش موجود هلا. نعم. بالسوق. واحنا بنعرف بانه تاندا انضمت للموسم الثامن من بيج، واحنا من بداية بيج باي اورنج كنا موجودين وكنا نشوف الشركات الناشئة وكبنا التطور والنجاح اللي بالفعل قدمته شركة أورنج ومشروع بيج أو برنامج بيج للشركات الناشئة. شفنا قد ايه في شركات بالفعل كانت فكرتها حلوة كتير، واستضفناهم زيكم تقريبا بعد 6 من الشهور، وبعدين بعد سنين رجعنا شفنا قد ايه هالشركة بالفعل أصبحت شركة ما بنسميها ناشئة، شركة معتمدة، شركة مرخصة، شركة ممتازة. بحب أسألك بشر عن الدعم اللي قدمته أورنج، وتحديدا بيج باي أورنج لتاندا. هلا يمكن واحدة من اهم اللبنات لما تكون انت بتبني شركة ناشئة، هو وإشي اعتمدناه لما نحن بلشنا نشتغل مع بعض، انك تكون انت والطرف اللي قبالك فاهمين شو اللي عم تعملوه. يعني يكون في توافق انسجام وتناغم. صح. فاللي شفناه بأورنج انه في انسجام على مستوى الفكر، يعني بالابتكار وبالتغير الرقمي و بس في عندهم خبرة اكثر. ولما بلشنا نلمس هذا الإشي، لما يسألونا أسئلة معينة، يقعدونا مع ناس معينين، فأنت بتبلش تشوف يعني
تاندا بصير لها أرضية تبني على أساسها. وهذا كان عنصر أساسي بالنسبة لنا لما يعني قعدنا مع أورنج لأول مرة وبلشنا يعني نتجاذب أطراف الحديث زي ما بيقولوا، لاحظنا إنه لا أكيد هاي حتكون فرصة ممتازة، تحديدا ما عندهم أورنج ماني وعندهم كل التفاصيل اللي أنت بتحتاجها حتى تبني فوقها التكنولوجيا تبعتنا. فيعني هذا هو كان يمكن النقطة الأساسية بالشراكة تبعتنا معهم. وحلو كتير التنوع اللي اليوم صار ب بيج باي أورنج، يعني عم نلاحظ إنه مواضيع مختلفة، تخصصات مختلفة، شركات مختلفة، الكل بيتنافس لأنه بيتنافس ليوصل ولينتشر، ولكن التخصصات كتير. يعني أنا أول مرة، وزي ما أنت قلتي الأولى في الأردن والرابعة إقليميا، أول مرة بسمع هاي الفكرة إنه موضوع الجمعية يصير قانوني وإلكتروني وفيه ضمانات. أهم الخدمات اللي بتقدمها الشركة حالياً كتاندا؟ هلأ إحنا عنا خدمتين اللي هي الجمعية العامة والجمعية الخاصة. الجمعية العامة يمكن حكينا عنها أكتر شوي، اللي هي إحنا ضامنينها، لازم يكون عندك درجة ائتمانية بتزودينا ببعض المعلومات عشان تفوت على الجمعية اللي بتناسبك. الثانية اللي هي الجمعية الخاصة، اللي هي جمعية اللي منحبها ومنعرفها كلنا، بدي أعمل جمعية مع أصحابي مع أصدقائي بالشغل مع العيلة، وهذا بصير through the app بالضبط على التطبيق. وبصير الدفع كله إلكترونياً كمان. أوكي. هذه اللي هلأ موجودة، بس إحنا إن شاء الله كل الخدمات اللي نقدمها هي خدمات تمويلية بس بطريقة مختلفة وبطريقة أكثر ابتكارية، عشان نساعد الناس اللي ممكن ما يكونوا قادرين هلا يفتحوا حساب بنك، أو أنت عارفة يعني صح. في الناس العمل تبعهم ما بزبط مثلا يفوتوا على بنك أو هذا، فإحنا عم نحاول نطلع بخدمات مختلفة تمويلية، وكلها زي ما قلت مرتبطة بالدرجة الائتمانية. واحدة هلا من الخدمات اللي إن شاء الله قريبا رح نقدر نطلع فيها بالسوق، اللي هي اشتري الآن وادفع لاحقا، أو معروفة ب buy now pay later، اللي هي كمان فكرة من تمويل مشتريات انت يمكن حابة تشتريها. فكل يعني كل ان شاء الله الخدمات حيكونوا تحت الامبريلا او تحت متدرجة تحت التمويل او خدمات تمويل، بس بطريقة مختلفة بطريقة مبتكرة. نعم. بالنسبة لموضوع الشركات الناشئة، بحب اسمع منك بشر، كيف تعتقد بانه الشركات الناشئة بتساهم بالاقتصاد أو بالسوق، سوق العمل الأردني؟ لأنه في كتير ناس بيسألونا أنه طب يا عمي شركات ناشئة، طب شو بيفيدنا بشكل عام؟ فحابة أسمع منك. هو هذا السؤال طبعا مشروع، بس يعني إذا منواكب التطورات اللي صارت بآخر فترة بالأردن وبالعالم ككل، وتحديدا بعد اللي صار مع كورونا، حتشوف انه على المدى الطويل في كثير من الوظائف راح تبطل موجوده. فضروري يكون في اشياء عم تطلع للسوق بتوظف ناس، ممكن مش نفس الاشخاص اللي بطل عندهم شغل او شغلهم قل اهميته، بس توظف الناس اللي عم تطلع. مثلا بالاردن نحن عندنا البطاله بين الشباب، مو الشباب ممكن الوظائف التقليديه بطلت تعجبهم، يعني بطلت هي الدافع اللي بتخليه يروح على الشغل. فنوع الشركات اللي زي تاندا، وكثير صار في شركات زيها بالأردن، يعني الأردن أعتقد هي الثالث بالعالم العربي رغم قلة مواردنا، إحنا الثالث بالعالم العربي بأن ننتج شركات ناشئة. صح. فهاي النوع من الشركات أول إشي أنت بتحفز الشباب إنهم يشتغلوا، وهذا أكيد في له أثر إيجابي على المجتمع ككل. بالإضافة إنه الشركات الناشئة الـ يعني بسموها البوتنشل تبعها، الإمكانية تبعتها بالمستقبل إنها توصل لشركة كبرى بالعالم، بتصفي أسهل، لأنه بالآخر أنت عم تبني تكنولوجيا. يعني إذا أنت عندك الطاقة الكاملة، ونحن بالأردن عندنا الطاقة الكاملة، وبنينا تكنولوجيا قائمة على أسس عالمية، ما بيمنع أنك تصير عندك شركة بالأردن تضاهي شركة زي فيسبوك أو إنستغرام أو مايكروسوفت. مش لأنه نحن يعني علامات عصرنا، بس صفة التكنولوجيا هو إشي تتمرسه بعدين بتشتغل فيه وبتحدث فيه فرق. فهذا النوع من الوساع بالإمكانيات هو أعتقد راح يكون له دور كبير بالأردن وبالعالم العربي ككل بالفترة القادمة. نعم. يعني تأسيس بيئة خصبة وقاعدة ثابتة لكل الشباب اللي عندهم طموح، كل الشباب اللي عندهم أفكار. اليوم إحنا كتير سعيدين فيكم عن جد، أنا فخورة فيكم. والشغلة اللي كتير لفتتني لغتكم العربية، قديش عم تقدروا تعبروا عن كل تفصيلة عم تحكوها عن تطبيق تاندا باللغة العربية. يعني فخورين بهذا الجيل وفخورين بهذا الإبداع، وبدنا نشكر شركة أورنج لأنهم دائما بيعرفونا على شباب وأنسات وسيدات مميزين بمجالات مختلفة. بتمنى لكم كل التوفيق، وأدعو الجميع لتحميل تطبيق تاندا. التطبيق جاهز هلا، بنقدر نلاقيه على الأب ستور وجوجل بلاي. yes. تمام. بتقدروا أنكم تنزلوا هذا التطبيق وتكتشفوه مع أصدقائكم، أو من خلال الجمعية العامة أو من خلال الجمعية الخاصة. بتمنى لكم كل التوفيق، وإن شاء الله السنة الجاية بنشوفكم، وبكون عندكم
خلينا نقول شركة هويتها أوضح وثابتة مع عدد تحميل عالي جدا. نورتونا زينة خروف وبشر سماك. شكرا لكم وشكرا لشركة أورنج. كل التوفيق لكل الشركات الناشئة بالموسم الثاني من بيج باي أورنج.